سهم أرباح الربع الرابع للشركات والبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية انطلق هذا الاثنين. أول المصارف التي قدمت نتائجها الفصلية كانت مجموعة سيتي جروب. أرباح البنك ارتفعت بأكثر من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما جاءت الإيرادات دون التقديرات. نتوقع مجموعة جيدة من الأرقام بالنظر إلى الاقتصاد الذي يبدو في حالة جيدة استنادا إلى مبيعات التجزئة للعطلات وأرقام التوظيف والتضخم الخفيف والاحتياط الفيدرالي أكثر تحفظاً، لكن تقلبات السوق وعدم الاستقرار السياسي والتوترات العالمية خلقت خلفية غير مؤكدة قد تمنعنا من إخماد حريق محتمل. أشارت النتائج إلى أن صافي الأرباح لسيتي جروب بلغ 4.31 مليار دولار خلال 3 أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر قدرت ب 18.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2017. مع تحديات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وضعف الأسواق الناشئة، لا تزال الولايات المتحدة تشهد صورة اقتصادية ونمو أفضل، ولكن هناك مخاطر خاصة في حالة إغلاق الحكومة لفترة طويلة. بلغت إيرادات البنك الأمريكي نحو 17.12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي. سهم سيتي جروب ارتفع بنحو 0.4% خلال الجلسة الجمعة الماضية ليصل إلى 56.69 دولار. البنوك الأمريكية ستعلن عن نتائج أرباحها بشكل متتالي هذا الأسبوع، بينها تشيس بانك ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس. التوقعات تشير إلى موسم أرباح جيد على الرغم من التقلبات التي شهدها الاقتصاد خلال شهر ديسمبر. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.